تابعوا ما أريدوا برنامج خلف الصورة. أريدوا ديما معكم. أولين أولين أولين. في يامات العطلة تاع الصيف خرجت أنا وصحابي لشوارع العاصمة. البيت أنا كان نشوفوا العاصمة والحداثة تاعها، بصح في وسط ذيك الحداثة شفت بائع صور بسيط، ولكن بين يديه كان رافد صور اللي تعبى على ريشاز تاع تاريخ الجزائر. صور اللي كان يعلق فيهم رجعوني للماضي، صور أبطال الجزائر اللي فضلهم اليوم بلادنا راهي حرة ومستقلة. أبطال مثل لالا فاطمة سومر، أمير عبد القادر، عربي بن مهيدي وغيره. حبيت هاد لافوتو تكون نواري بلون على خاطر الهدف تاعي ما كانش التقاء جمال الصورة، ولكن كان التقاء روح الصورة. أشرف زكري، مخرج أفلام قصيرة ومصور هاوي. تابعتم مع أريدو برنامج خلف الصورة. أريدو ديما معكم.